طب الحكم اللي على الفار اكتر ازاي؟ ابص يا كابتن، خليني من الاخر اقولها لك، واللي انا بقوله لك ده على مسؤوليتي انا. انا اتمنى ان الدور الاولاني في الدوري العام، وده على مسؤوليتي، ان النادي الاهلي يكون متصدر، لان النادي الاهلي لو مش متصدر الدور الاولاني ممكن الدوري يتلغي وياخدوا اللي متصدر. انا بقولها لك وعلى دي بص دي على مسؤوليتي. لا لا انا دي على مسؤوليتي، انا بقولها لك ليه، انا فاهمها. انت شايف مدى، انت ما بيتحكملكش اي حاجه بتبقى ضدك عاده. انت بتلعب النهارده فريق قوي، المفترض ليك بنالتي وجون، ما رجعتش للفار. انت راجل ما رجعتش للفار، ما رجعكش للفار، انت المفروض ترجع للفار فيها. ازاي انت ما تخليش الفار، وفي الاخص ان كره ايمن اشرف كره سهله جدا، الفار عمل ايه؟ خمس مرات يعيدها الفار. فاللي انا عايز اقوله، انا بتمنى، انا بقول لك الكلام ده وانا بعنيه تماما، انا اتمنى التحكيم يبقى عندهم الحته بتاعت العداله في انه يدي لاي فرقه، مش عاوزه يدي للاهلي، يدي ضد الاهلي، لما يكون في فاول على الاهلي يدي، لما يكون في بنالتي على الاهلي يدي. النهارده الفار رجع كم مره؟ كم مره الفار عرض الكور؟ ما عرضش كور اللي على النادي الاهلي، ما عرضش كوره للنادي الاهلي، يعني البنالتي ازاي الفار ما يحكمش فيه؟ لان دي حاجه مختصه بالفار.